رحيم، إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الأنتيجنز. طيب هنبدأ بتعريف الأنتيجن. الأنتيجن هو إيه؟ الأنتيجن هو any substance that satisfies two immunologic properties. تمام، أول حاجة الأنتيجينستي، تاني حاجة الإميونوجينستي. تمام، الأنتيجينستي دي معناها إن هو ability of binding للأنتيبوديز أو التي سيل ريسبتورز. نخلي بالنا إن الأنتيبوديز دي بتبقى في الأول موجودة على البي سيل سيرفيس كبي سيل ريسبتورز، بعد كده لما بيحصل اكتيفيشن البي سيلز بتبقى اكتيفيتد في صورة فري انتيبودي أو سكريتد انتيبودي. تمام كده، فهو الأنتيجينست اللي هي ability of binding للريسبتورز بتاعتها. الإميونوجينست بقى اللي هي الability of antigen to induce immune response، سواء هيومرال immune response أو cell mediated immune response. كل اميونوجين هو انتيجين. تمام، لان هو عمل بايندينج الاول بعد كده عمل اميون ريسبونس، بس مش كل انتيجين اميونوجين، لان في انتيجينز معينه هنشوفها بعدين ان هي ما بتقدرش تعمل اميون ريسبونس. طيب في مصطلح تاني اسمه ايبيتوب. ايه هو الايبيتوب ده؟ الايبيتوب او الانتيجينيك ديترمينانت ده عبارة عن الـ smallest unit of antigenicity. تمام، يعني باختصار كده عبارة الأنتيجين عبارة عن إيه؟ عبارة عن أجزاء. تمام، في جزء من الأجزاء دي هو بس اللي إيه اللي حامل binding للريسبتورز، سواء كان تي سي ريسبتورز أو أنتي بودي مولكيول. تمام، الجزء الصغير ده اللي بنسميه ايبيتوب. بقية الأنتيجين مش هيتحد ولا حاجة، هو بس اللي بيعمل binding، بس هو الجزء الصغير ده اللي اسمه ايبيتوب. طب الجزء بتاع الانتي بودي اللي كورسبوندنج للايبيتوب بقى اسمه ايه؟ اسمه باراتوب. يعني دايما الايبيتوب والباراتوب دول كورسبوندنج لبعض، واحد على الانتيجين واحد على الانتي بودي. انواع الايبيتوبس، انواع الايبيتوبس في حاجه اسمها سيكوينشال اور لينير ايبيتوب. يعني ايه ايبيتوبس؟ يعني ايه يعني الايبيتوب ده مكون من سيكونس من امينو اسيدز، لينير سيكونس يعني سيكونس ورا بعضيها، امينو اسيدز ورا بعضيها بتكون الايبيتوب. يعني لو فردت التشين كده تمام هلاقي عباره عن جزء امينو اسيد ورا بعضه، ده عامل لي ايبيتوب. في نوع تاني اسمه كونفورميشنال اور ديسكونتينوس ايبيتوبس، ممكن يبقى اسمه برضه نون سيكونشال ونون لينير ايبيتوبس. كل المسميات دي واحده. عباره عن ايه ده؟ عباره عن ان اي بروتين ليه حاجه اسمها تيرشري ستراكشر، في الفراغ كده بيبقى ليه شكل ثلاثي الابعاد، بيخلي اجزاء من امينو اسيدز مش في نفس السيكونس بس بتتجمع مع بعض في مناطق معينه. تمام، بتكون ايبيتوب في الفراغ بس لو فردته هتلاقي الانتج الامينو اسيدز دي كل واحد بعيد عن التاني، مش في سيكونس ورا بعض. تمام، فده اسمه ايه؟ ده اللي هو اللي اسمه كونفورميشنال ايبيتوبس. ان جنرال التي سيل ريسبتورز بتقدر تعمل ريكوجنيشن للسيكوينشال، بينما البي سيل ريسبتورز بتعمل ريكوجنيشن للبوث الكونفورميشنال والسيكوينشال ايبيتوبس. ده صورة بسيطة كده بتوضح اللينير ايبيتوب والكونفورميشنال ايبيتوبس او الديسكونتينيوس. ادي اهو الانتي بودي وادي البروتين انتيجين. هنا في اللينير هلاحظ ان الامينو اسيدز ورا بعض في سيكونس، هنا الامينو اسيدز مش ورا بعض في سيكونس واحد، لا هما بعاد عن بعض بس الشكل الفراغي للبروتين خلى ان ده يقرب من ده، هما كونوا ايبيتوب. لو انا فردت التشين دي هلاقي ان ده بعيد عن ده مش وراه، في فرق ما بينهم. طيب الصوره دي بتوضح لنا مفهوم الايبيتوب والباراتوب. تمام، ادي تو انتي بوديز، واحد بالبمبي واحد بالازرق على اليمين وعلى الشمال، وفي انتيجين في النص. تمام، واضح هنا الجزء، ادي الانتيجين، الجزء الاحمر اللي بالانتيجين ده البامبي الغامق بالانتيجين ده اسمه ايبيتوب، هو زي ما موجود ايبيتوب. تمام، الجزء المقابل ليه على الانتي بودي ده اسمه باراتوب. وهنا نفس القصه، ادي ايبيتوب باللون الازرق وادي باراتوب اللي هو الجزء الكورسبوندنج ليه على الانتي بودي. طب الانتيجنز برضه بتتقسم يا اما مونوفالنت انتيجن ليها 1 ايبيتوب بس،
او مالتي فالنت انتيجين، ودي بقى فيها تو اور مور ابيتوبس زي الرسمه دي كده، تمام. خلاص الرسمه دي فيها مالتي فالنت، فيها كذا ابيتوب، يا اما الابيتوب ده الابيتوبس دي كلها شبه بعض ريبيتد ابيتوبس، تمام. وفي الحاله دي لما بيجي انتي بودي يعمل بايندنج ليها بيعمل بالبوس فاب ارمز. الانتي بودي قلنا يعني لو تفتكر ان في حاجه اسمها دي فاب ارم ودي فاب ارم ودي اف سي ار اف سي ريجون، تمام كده. فبوز فاب ارمز الاثنين ليهم نفس الانتيجين سبيسيفيستي، تمام، بيعملوا بايندنج للابيتوب. فهو لما بيجي يعمل بايندنج بدراعاته الاثنين، لا هنا بقى هنا في لما يبقوا بقى ديفرنت ابيتوبس زي ما هو واضح عندنا، واحد بالاصفر واحد بالاخضر واحد بالازرق والاخضر الغامق، تمام. لا هنا كده ما ينفعش الانتي بودي يعمل بايندنج بالتو فاب ارمز، لا هو فاب ارم واحده، وغالبا الابيتوبس الثانيه بالانتي بوديز الثانيه بدري. طيب في حاجه اسمها حاجات اسمها الهابتنز. ايه الهابتنز دي؟ عباره عن لو موليكولار ويت مولكيولز، تمام. دي لاك اوف اميونوجينيستي، يعني ما تقدرش تعمل اميون ريسبونس، بط ريتين الانتيجينيستي، هي تعتبر انتيجنز بس ما تقدرش تدي اميون ريسبونس. الهابتنز دي بيحصل لها بايندنج بلارجر كارير بروتينز اسمها كاريرز، بتكون لنا هابتن كارير كونجيجيت. الهابتن كارير كونجيجيت ده اميونوجينيك، قادر على احداث اميون ريسبونس. يبقى الهابتن اللي هو نون اميونوجينيك بيتحد مع البروتين كارير بيبقى بيكون لي كونجيجيت، بيبقى اميونوجينيك وقادر على تكوين اميون ريسبونس، تمام. الاميون ريسبونس ممكن يبقى صورة انتي بوديز، تمام. الانتي بوديز دي اللي بتبقى انديوست بتبقى موجهه اجينست الابيتوبس في الهابتن نفسه، او ابيتوبس في الهابتن اتغيرت نتيجه بايندنج للكارير ده، تمام، او ابيتوبس موجوده على الهابتن والكارير بيمثل الابيتوبس دي، او الابيتوب ده بيمثل بالهابتن والكارير في نفس الوقت، تمام. الانواع الهابتنز ايه؟ في سمبل هابتنز وفي كومبلكس هابتنز. السمبل دي بتبقى عباره عن واحد ابيتوب بس، تمام. دي لما بيحصل الرياكشن بتاعها احنا كشغل معمل ما بنقدرش نشوفها، كانوت بي فيجواليزد بالرياكشن زي البرسبيتيشنز او الاجلوتينيشن تكنيكس، عشان هي بتبقى سيمبل ما فيهاش غير ابيتوب واحد، بعكس الكومبلكس هابتنز دي بتبقى تو اور مور ابيتوبس، ايزلي جدا ان هي تبقى فيجواليزد باي ميولوجيكال رياكشنز. طيب هنقسم، ممكن نقسم الانتيجنز بطريقه تانيه من حيث الانتيجن هوست ريليشن شيب، بتتقسم لسيلف انتيجنز ونون سيلف انتيجنز. السيلف انتيجنز ليها تسميه تانيه اللي هي الاوتو انتيجن. الاوتو انتيجنز دي المفروض الجسم يبقى عارفها، تمام، وما بيعملش اي immune response against his own antigens. المفروض السيلف انتيجنز دي اثناء الديفلوبمنت بتاع البي و تي سيلز بتتعرف على سيلف انتيجنز في المراحل الاولانيه من الديفلوبمنت بتاعها، وبيحصل لها حاجه اسمها اميون تولرانس against الانتيجنز دي، فبالتالي ما بتديش اي immune response بعد كده ليها. لو حصل immune response ده بنسميه احنا ايه بقى؟ الاوتو اميون ديزيزز، تمام. تاني حاجه اللي عندنا اللي هي نون سيلف او فورن انتيجنز، تمام. دي بنقسمها لثلاث كاتيجوريز، الهيتيرو انتيجنز اللي هي انتيجنز بتبقى ديفرنت ان انديفيديوالز اوف ديفرنت سبيشيز ما بين سبيشيز والتاني، تمام. الالو انتيجنز بيبقى السيم سبيشيز بس الانديفيديوالز في فاريشن في الانتيجنز بتاعت السيم سبيشيز، يعني مثلا انتيجين عندي مختلف عند انتيجين بتاع واحد تاني، احنا الاثنين هيومنز، او قالوا انتيجينز بتوين المونكيز مثلا او الماوس او الحاجه او كده يعني. الايزو انتيجينز بقى يعني درجه تانيه تحتيها اللي هي انتيجينز ديفرنت ان انديفيديوالز اوف سبسيتس اوف سبيشيز، تمام. يعني السبيشيز دي تحتيها سبسيتس، كل سبسيت فيهم تحتيها انديفيديوال. الفاريشن بتاع الانتيجين ما بين الانديفيديوال بتاع السبست دي هو اللي اسمه ايزو انتيجين. امثله ليها مثلا البلاد جروبس، البلاد
جروبس انتيجنز والهيستو كومباتيبلتي انتيجنز اللي بنكشف عليها قبل التشو او الاورجان ترانسبلانتيشن. طيب في حاجه اسمها هيتروفيل انتيجنز. هيتروفيل انتيجنز دي عباره عن ايه؟ عباره عن انتيجنز شيرينج ذا سيم ايبيتوب او ايبيتوبس، تمام؟ دي انتيجنز ما بين ديفرنت سبيشيز، بس بيتصادف ان الايبيتوب اللي عليهم او الايبيتوبس اللي عليهم بتبقى ايه، مشتركه، هي ذا سيم ستراكشر. فبالتالي الانتي بودي البروديوسد اجينست انتيجن بتاع وان سبيشيز كان كروس رياكت with the other species and vice versa. طيب في diagnostic application لقصة الـ neutrophil antigens دي أو cross reaction اللي بيحصل، تمام؟ هندي أمثلة لأربع تستات عندنا في السيرولوجي. أول حاجة الـ vial felix test اللي بيشخص الـ typhus fever. عندنا الـ antibodies بتتكون against rickettsia اللي هي بتعمل الـ typhus fever، تمام؟ نفس الـ antibody دي، تمام، بتعمل كروس رياكشن مع مين؟ مع بروتيس انتيجين. فانا في المعمل عندي بستخدم البروتيس انتيجينز عشان اعمل ديتكشن للانتي بودي دي، تمام. تاني حاجه الباول بانل تيست بتاع الانفكشوس مونونيوكليوزيس. ده التيست ده بيشخص بيه وجود الانتي بوديز اجينست بشتاين بار فيروس، تمام. بستخدم في المعمل عندي شيب ار بي سيز عليها انتيجينز تعمل كروس رياكشن مع الانتي بودي، تمام. تالت حاجة عندنا كولد اجلوتينيشن تيست بشخص بيه الاتيبيكال نيمونيا، تمام. عندي في انتي بوديز بدور عليها اللي هي اجينست الميكوبلازما نيمونيا، دي بتعمل كروس رياكشن مع الهيومن او بلاد جروب ار بي سيز، تمام. فدي ممكن استخدمها عشان الاقي ايه، الاقي الميكوبلازما نيمونيا انتي بوديز. اخر حاجه الستريبتوكوكس ام جي تيست برضو بشخص اتيبيكال نيمونيا، بستخدم حاجه اسمها ستريبتوكوكس ام جي انتيجنز، تمام. دي بتعمل كروس رياكشن مع الانتي بوديز بتاعه الايه، المايكوبلازما نيمونيا. طيب هتكلم عن الفاكتورز اللي انفلوينسينج اميونوجينيسيتي. اول حاجه فيهم السايز وذا انتيجن. كل ما كان السايز اكبر كل ما كان الاميونوجينيسيتي اكتر. الكيميكال نيتشر بتاعه الانتيجين او الاميونوجين، تمام. كل ما كان البروتينز مثلا، تمام، بتبقى سترونج اميونوجينز، بعكس الكربوهيدرات والليبيدز والنيوكليك اسيدز دي ويك اميونوجينز بالمقارنه بالبروتينز. Susceptibility of antigens to tissue enzymes، يعني الانتيجين ده هل ممكن يتكسر بالتيشو انزيمز ولا لا؟ كل ما هو فيه more susceptible كل ما كان يقدر يتكسر اكتر، كل ما يعمل exposing لمور epitopes of the antigens وبالتالي بيزود الاميونوجينيسيتي. الاستراكشر كومبلكسيتي، تمام، كل ما كان الاستراكشر بتاعها more complex كل ما زادت الاميونوجينيسيتي، تمام. البروتين طبعا عموما الاستراكشر بتاعتها مور كومبلكس ذان الليبيدز والكربوهيدرات. رقم خمسة عندنا الفورنس تو ذا هوست اللي هي فايلو جينيتك ديستانس، اللي هي المسافة ما بينهم ما بين الانتيجين والهوست في النشوء والتطور، تمام. يعني مثلا نقول القرد قريب من الانسان مثلا، او الخنزير جيناته قريبه من الانسان، بس مثلا الانسان بعيد جدا عن الفلايز والماوس والحاجات دي. فكل ما زاد المسافه ما بينهم في الفايلوجينيتك ديستانس كل ما زادت الاميونوجينيسيتي بتاعت الانتيجين. في بعد كده جينيتك فاكتور. جينيتك فاكتور ممكن يبقى في فاريشن في الاميون ريسبونس توورد ذا سيم انتيجين، يعني انت انتيجين في واحد يدي ريسبونس وحققته نفس الانتيجين بنفس الدوز في واحد تاني بيدي ريسبونس تاني خالص، تمام. فبيقسموا الناس حتى ريسبوندرز، تمام، اللي هو الناس الريسبوندرز دول اللي هم بيرديوس فاستر انتي بوديز لما اجي احقنه بالانتيجينز. في سلو ريسبوندرز اللي هو الانتي بوديز بتتكون سلولي، دول بيحتاجوا غالبا ريبيتد انتيجينيك اكسبوجر زي في التطعيمات كده لما بدي الواحد جرعه واتنين.
النون ريسبوندرز هم individual who not who do not produce antibodies despite repeated antigenic exposure. تمام. اكتر مثال عندنا للقصه دي الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين اللي هو التطعيم بتاعه. الناس كلها بعد ما بتطعم بتعمل فولو اب للتتر بتاع الاتش بي سيرفيس انتي بودي اللي اتكون. تمام. وبنقسمهم برضو بنفس القصه، جود ريسبونسرز، سلو ريسبونسرز، ونون ريسبونسرز حسب نتيجه التتر بتاع الاتش بي سيرفيس انتي بودي. الجوزيف انتيجين، الجوزيف انتيجين مهمه. تمام. في حاجه اسمها اوبتيمال دوز اوف انتيجين كان انديوس اميون ريسبونس. اوبتيمال دوز، لازم الانتيجين ده عشان يدي اميون ريسبونس مظبوط اديله دوز مظبوط. تمام. لو الدوز تو ليتل غالبا مش هيحصل اميون ريسبونس. تمام. ولو الدوز تو لارج هتعمل حاجه اسمها اميونولوجيكال باراليسيس او شلل مناعي. الروت اوف انتيجين ادمنستريشن. تمام. الروت طبعا بيفرق، يعني لو حقنت الانتيجين بارنترال غير الاورال غير كل حاجه بتفرق حسب الروت بتاع الانتيجين ادمنستريشن. تمام. في برضو امثال الاي جي اي، مثلا الاي جي اي ده الاي جي اي دايما مسؤول عن الميكوزال اميونيتي في الميكوزا بتاعت الجاسترو انتستاينال والريسبيراتوري تراكت واليوروجينيتال تراكت. فهو بيتكون دايما في يعني مثلا هو مسؤول عن الميكوزال اميونيتي بصفه عامه. طيب انا لو عايز الاي جي اي يتكون احسن في الجي اي تي مثلا اديله اورال ادمنستريشن وانتيجن، كده هيكون اضمن ان هو يكون الاي جي اي. تمام. الاي جي اي معروف مثلا في حالات اللي هو الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز والانافليتيك شوك والبرونكيال ازمه. فالاي جي اي لو انا عملت انهاليشن البروتين انتيجن هيديني اي جي اي سينسيسز، فبالتالي كده انا الروت فرق معايا في قصه النوع الانتي بودي اللي ظهر. تمام. برضو الاي جي جي ممكن يتكون غالبا بالبارنترال انجكشن. تمام. برضو لان الهيباتيتس بي فاكسين. تمام. بيبقى مور اميونوجينيك فولوينج انجكشن في الدلتويد ماسل بالمقارنه بالجلوتيا الانجكشن. تمام. ليه؟ لان الجلوتياس فيها حاجه اسمها جلوتيا الفات. جلوتيا الفات ده بيبقى فيه فات كتير وفي لاك في الانتيجين بريزنتنج سيل في المنطقه دي، فبالتالي الاميون ريسبونس فيها هيبقى اقل. فالروت اوف انتج ادمنستريشن هنا دكتور دي مصر بيفرق عن الايه، عن الجلوتيال ريجون. في كمان الريبيتد دوزز اوف انتيجنز. تمام. لقوا ان الريبيتد دوزز اوف انتيجنز اوفر ا بيريود اوف تايم ار نيدد تو جينيريت ان ادكوات اميون ريسبونس. تمام. ليه؟ لان هي الميموري سيلز اللي كونت من اول انجكشن او اول دوز بيبقى ليها رول في السكند اميون ريسبونس، وبالتالي ايه بتقوي الاميونوجينيسيتي. طيب اخر حاجه المالتيبل انتيجنز. الانتيجنز لما بتتحقن مع بعضيها ممكن تاثر على بعض يا اما بالسلب يا اما بالايجاب. يعني ممكن some antigens may diminish او decrease the other antigens immunogenicity due to مثلا antigenic competition، وممكن antigens تانية may enhance the other the other antigens immunogenicity. زي مين؟ زي adjuvant action. adjuvant action انا بحقن antigen مع antigen تاني عشان يخلي الاميون ريسبونس بقى قوي جدا يعني. تمام. هنشرحها بعد شوية الادجيفانتس. طيب هنتكلم على الادجيفانتس. ايه الادجيفانتس دي؟ الادجيفانت هو any substance that enhance الاميونوجينيسيتي الانجين اميونوجينيسيتي. تمام. الادجيفانت دي عادة بتتحط في الفاكسينز عشان بتعمل انكريز الفاكسين انتيجين اميونوجينيسيتي. ايه هو الميكانيزم اوف ادجيفانت اكشن؟ اول حاجه delaying release of antigen. delaying the release of antigen ده بيخلي لما الانتيجين ميكسد with adjuvant بيحصل precipitation للانتيجين. تمام. وبالتالي بيبدا release slowly from the site of administration وبالتالي prolonging the antigenic exposure. تاني نقطة by activating phagocytes. الانتيجين ادجيفانت كومبلكس بيبقى حجمه لارج. تمام. وبالتالي
يبقى انكريز الاحتمالية ان هو يحصل له فاجوسايتوزس، تمام. الفاجوسايتس اللي هي بيحصل لها بتعمل فاجوسايتوز، بعد كده تبقى تقدر تعمل بريزنتيشن الانتيجين للسيلز وتعمل اندكشن لكوستيميلاتوري مولكيولز، وبالتالي الخطوه اللي هي الاكتيفيتنج تي هيلبر سيلز، تمام. اكتيفيتنج تي هيلبر سيلز عن طريق السيتوكونز اللي بتفرزها الاكتيفيتد ماكروفاجز، وكمان بتعمل هاي اكسبريشن اوف ام اتش سي 2 مولكيولز اللي هي بتعمل ادجين بريزنتيشن. الاكتيفيتد تي سيلز تي هيلبر تي سيلز بتعمل بعد كده ستيميليشن او اكتيفيشن للبي سيلز عشان تبدا بروديوس الايه الانتيبودي بتاعتها. كمان الادجيفانت بيساعد في برودكشن اوف انفلاماتوري سايتوكاينز، وبالتالي بيعمل اكتيفيشن للماكروفاجز والتي سيلز. اخر حاجه احيانا بتحصل حاجه اسمها جرانيلوما فورميشن، اللي هو سيرتن ادجيفانتس بتبقى ليها مقدره انها تعمل زي كرونيك انفلاميشن او جرانيلوما عند السايت بتاع الادمنستريشن، تمام. وبالتالي بيعمل اكتيفيشن برضه للفاجوسايتس اكتر وانهانسمنت للتي سيل ريسبونس. طيب الصوره دي بتوضح الميكانيزم في ادجيفانت، صوره مبسطه خالص. ادي ديلينج انجين ريليس، بيحصل ديلينج انتيجين ريليس، بعد كده في طالما هو في ديلينج بيحصل برولونجد انتيجينيك اكسبوجر، تمام. تيجي بعد كده الانتيجين ري ابتيك باي ماكروفاجز، تمام. هتعمل ابتيك ومش الماكروفاج بس، ده الانتيجين بريزنتنج سيلز كمان، تمام. هيحصل ابتيك، بعد كده بروسيسنج، بعد كده تعمل بريزنتيشن للانتيجين للتي هيلبر سيلز، تعمل لها اكتيفيشن، تمام، عن طريق ال MHC 2 بلس 2 باث واي، ومع الكوستيميلاتري مولكيولز اللي هي زي بي 7 مولكيولز الموجودة على السيرفس بتاعت الانجي بريزنتنج سيلز، هيحصل تي سيل تي هيلبر سيل اكتيفيشن، وهتكون لي ميموري تي هيلبر اللي انا بشوفها بعد كده لو الجسم اتعرض للانتيجين ده تاني، هتدينا السكند اميون ريسبونس، تمام. برضه بيحصل تي سيل تي سايتوتوكسيك سيل اكتيفيشن عن طريق ال MHC1 باثوي، وبتكون لها برضه نفس القصه ميموري تي سايتوتوكسيك سيلز، تمام. التي هيلبر سيلز ليها رول في البي سيل اكتيفيشن، البي سيل اكتيفيتد بي سيلز بتدينا انتي بوديز، تمام، اجينست الانتيجنز اللي احنا بنحكي عليه من الاول، وفي نفس الوقت هتتعمل جنريشن لميموري بي سيلز قادره بعد كده لو تعرضت لانتيجين تاني ان هي ايه ان هي تكون انتي بوديز تانيه ويحصل سكندري اميون ريسبونس. طيب كل ما كان في برولونج انفلاميشن وجرانيوما فورميشن القصه دي بتبقى احسن، ان هي ايه بتاخد وقت اطول وبتدينا اميونيتي احسن. كمان التي هيلبر هنا لما بيحصل لها اكتيفيشن بتعمل تفرز حاجه اسمها انترفيرون جاما. انترفيرون جاما ده بيعمل اكتيفيشن تاني للماكروفاج، انهانسنج للماكروفاج اكتيفيشن، والدورة دي كمان بتلف أكتر يعني. طيب في طريقة تانية إن احنا نقسم الأنتيجينز أكوردنج تو البيولوجيكال كلاس أوف أنتيجينز، تمام. في عندنا حاجة اسمها تي ديبندنت أنتيجينز وتي اندبندنت أنتيجينز، يعني الأنتيجينز اللي هي بتعتمد على وجود التي سيلز، تمام، عشان يحصل الإميون ريسبونس، وفي أنتيجينز تانية مش معتمدة على القصة دي اسمها تي اندبندنت انتيجنز، تمام. ايه قصة تي ديبندنت دي؟ عبارة عن انتيجنز بيحصل لها ابتيك عن طريق الانجي بريزنتنج سيل، ويحصل لها بروسيسنج وبرزنتيشن للانتيجن للتي سيلز، تمام. الاكتيفيتي تي سيلز دي بتفرز سيتوكاينز، وبالتالي بتبدا السيتوكاينز دي تعمل استيميشن للبي سيلز عشان تبقى بروديوس الانتيبودي. دي قصة تي سيل ديبندنت انتيجنز. النوع الثاني بقى اللي هو تي اندبندنت، ده بيبقى فيو انتيجنز، تمام، غالبا تبقى نون بروتين انتيجنز زي البكتيريا الكبسولز والفلاجيلا واللايبوبوليسكارايدز والحاجات دي كلها. دي مش محتاجه عشان البي سيلز، مش محتاجه تي سيلز في حاجه عشان تفرز انتي بودي، انا مش محتاجاها في حاجه، يبقى نو نيد للهيلب بتاعت التي سيلز عشان تعمل سكريشن الانتي بوديز، تمام. الانتيجنز دي بتحصل لها بايندنج دايركتلي
للاميونوجلوبولين ريسبتورز او البي سيل ريسبتورز الموجوده على سطح البي سيلز، وبالتالي تعمل ستيميليشن للبي سيلز وبروديوس للايه للانتي بوديز. تمام. طيب هنبدا نقارن ما بين الاثنين. زي ما قلنا الانتيجين برزنتيشن هنلاقيه موجود في التي ديبندنت مش موجود في التي اندبندنت زي ما قلنا. من اسمها عندنا النيد فور هيلبر تي سيلز، اكيد طبعا تي ديبندنت يس، والتي اندبندنت مش محتاجه الهيلبنج بتاع تي سيلز. النيتشر بتاع الانتيجنز هنا غالبا بيبقى بروتين انتيجنز، هنا نون بروتين انتيجنز. البي سيل كلوناليتي، البي سيل اللي بتطلع في التي ديبندنت انتيجن بتبقى غالبا مونو كلونال. تمام. البي سيلز اللي بتطلع في حالات التي اندبندنت انتيجنز بتبقى بولي كلونال. طيب النقطه اللي وراها اللي هي الافينيتي ماتوريشن، التي ديبندنت انتيجنز بتفرز انتي بوديز، بتعمل استيميشن لافراز انتي بوديز من البي سيلز. الانتي بوديز دي بتبقى ليها افينيتي معينه، الافينيتي دي بتتحسن بيحصل لها ماتوريشن بعد كل فتره. تمام. وده اللي ما بيحصلش للاسف في التي ديبندنت تي اندبندنت انتيجنز. الايزوتايب سويتشنج بيحصل في تي ديبندنت انتيجن، ان هو المفروض الانتيجن بيفرز في البدايه بيبقى اي جي ام، سوري الانتي بودي بيفرز في البدايه بيبقى اي جي ام، وبعد كده بيحصل له احيانا كلاس سويتشنج ان هو بيتحول لاميونوجلوبولين كلاس ثانيه غير الاي جي ام زي الاي جي جي والاي جي اي والاي جي اي. كل ده بيحصل في حالات التي ديبندنت انتيجن، ما بتحصلش في تي اندبندنت انتيجن. طيب بالنسبة للأميونوجلوبولين كلاس بتاع الأميونوجلوبولين اللي بيفرز عن طريق البي سيلز أو الأنتي بودي، بنشوف الأول كلاسز موجودة في التي ديبندنت أنتيجين. تمام. بيبقى في الأول أي جي إم، بعد كده لو حصل له أيزو تايب سويتشنج بيتحول بعد كده للأي جي إيه للأي جي جي للأي جي إي. تمام. فده موجود في التي ديبندنت أنتيجين. التي اندبندنت مش موجود فيها القصة دي، هو أي جي إم من البداية وما بيحصلش للأنتي بودي أي كلاس سويتشنج. اخر حاجه جينيريشن اوف ميموري سيلز، التي اندبندنت تي ديبندنت انتيجن فيها جينيريشن اوف ميموري سيلز. تمام. التي اندبندنت انتيجن ما فيهاش اي ميموري سيلز بتتكون. طيب في نوع ثالث عندنا اسمه سوبر انتيجنز. طيب ايه هو السوبر انتيجن؟ هو انتيجن كان اكتيفيت التي سيلز دايركتلي منه للتي سيلز على طول، مش محتاج في النص قصة الانتيجين برزنتيشن باي انجي برزنتنج سيلز. تمام. يبقى هو انتيجينز ذات اكتيفيت تي سيلز دايركتلي وذاوت بينج بروسيسد باي انتيجين برزنتنج سيلز. طيب هنشرح الميكانيزم بتاع السوبر انتيجين ازاي بيشتغل. تمام. عندنا في الرسمة في جزء فوق وجزء تحت. الجزء اللي فوق ده الانتيجين بريزنتنج سيل، والجزء اللي تحت ده التي سيل. تمام. الانتيجين بريزنتنج سيل عليها حاجه اسمها ام اتش سي 2 بلس 2 مولكيول. تمام. والتي سيل عليها تي سيل ريسبتور. الام اتش سي بلس 2 مولكيول عباره عن 2 بوليبوبتايد تشين، الالفا والبيتا، دي كلها الفا دي كلها بيتا. تمام. التي سيل ريسبتور نفس القصه، عليها الفا وبيتا. تمام. ال MHC2 بنقسم الالفا تو دومينز، الفا 1 والفا 2 وهنا بيتا 1 وهنا بيتا 2. الانتيجن المفروض يجي اللي هو بالاحمر ده، يجي ما بين الالفا 2 والبيتا 2 في المنطقه. تمام. التي سيل ريسبتورز برضه ليها تو دومينز الفا، في بقى تثبيتها مختلفة هنا. الجزء اللي هو مواجه للأنتيجين ده بيسموه variable domains، عشان الدومينز الاتنين دول اللي على الألفا والبيتا. تمام. الدومينز دول بيبقى فيهم variability ما بين التي سيل ريسبتورز وبعضيها. تمام. فسموا الجزء ده variable والجزء ده constant، الجزء ده variable والجزء ده constant. ده عشان هو تبع الألفا سميناه V أو variable ألفا، وده سي او كونستانت الفا، ده في
بيتا وده سي بيتا، تمام. الفي بيتا ده، في بيتا ده، تمام، بيحصل بقى ايه السوبر انتيجين بيعمل بريدجنج دايركتلي، مش محتاجين ده في حاجه، احنا الانتيجين ده في حاجه، خلينا في السوبر انتيجين هو بالشكل المستطيل ده، بريدجنج ما بين ال ام اتش سي 2 مولكيول عند المنطقه بتاعت الالفا 2 مع الفاريبل بيتا دومين، تمام. هو يبقى نون سبيسيفيك بريدجنج between the angiopoietic MHC2 and the variable beta region of T cell receptors، تمام. في سيجنال هتروح لل T cell receptors ان في activation حصل لل T cells، رغم ان هي اصلا ما شافتش الانتيجين ومش محتاجاه، بس القصه كلها ان هو ده عمل false signal لل T cells عشان تبدا يحصل لها activation. نفس دي ده مثال للبكتيريا السوبر انتيجين، تمام. في برضه فيروس سوبر انتيجين نفس الطريقه تقريبا، بس هنا ما بيحصلش بريدجنج، هنا في مباشره السوبر انتيجين بيبقى موجود على انجي بريزنتنج سيل ويعمل اكتيفيشن لنفس الدومين اللي هو فاريبل بيتا دومين ده، تمام، بيعمل ليه اكتيفيشن والتي سيلز تحصل لها اكتيفيشن وتدي نفس الريسبونس. طيب بعد ما حصل البريدجنج ده، تمام، هيحصل نون سبيسيفيك بوليكلونال T cell activation، non specific T cell activation. أي T cell بيحصل لها bridging على طول بيحصل لها activation بغض النظر هي specific لأنتيجين إيه، تمام. يبقى هيحصل polyclonal T cell activation أو non specific، هيدينا بعد كده massive cytokine release، massive اللي هي تعرف باسم cytokine storm. ال cytokine storm دي هتعمل activation برضه non specific polyclonal activation لل B cells، تمام، وبالتالي هيحصل نون سبيسيفيك انتي بودي سيكريشنز. ده باختصار كده الميكانيزم بتاع سوبر انتيجنز. طب ايه اكزامبلز للسوبر انتيجنز دي؟ في بكتيريال انتيجنز، في فايرال انتيجنز، في فانجل انتيجنز. البكتيريال سوبر انتيجنز زي ستافيلوكوكال توكسين المعروف باسم توكسيك شوك سندروم توكسين 1 واكسفولييتيف توكسين وانتيريو توكسين، تمام. في برضه ستريبتوكوكال بايروجينيك اكزوتوكسين اي ان سي، المايكوبلازما ارثريتيدس مايتوجين 1 واليرسينيا انتيريكوليتيكا واليرسينيا سودو توبركلوزيس، كل دول بيكونوا بيفرزوا ممكن يفرزوا البكتيريال سوبر انتيجين. الفيروس سوبر انتيجين بنشوفه فين؟ زي البشتاين بار فيروس اسوشيتد سوبر انتيجين السي ام بي، الريبس، الاتش اي في انكودد سيرفيس سوبر انتيجين. اشهر حاجه في الفانجا تعمل لنا القصه دي الميلاسيزيا فيرفير. طيب ايه الديزيز الاسوشيتد بالسوبر انتيجنز اللي هي بقى ايه؟ التوكسيك شوك سندروم، تمام، الفود بويزنينج، السكالدد سكين سندروم، في رير كونديشن زي الاتوبيك درماتيتس، كواساكي ديزيز وسورايسيس وديسيمينيتد انكفالو مايلايتس. طيب ايه بقى الفرق ما بين الانتيجين والسوبر انتيجين، تمام؟ يعني المقارنه دي مهمه، تمام. البروسيسنج انتيجين بريزنتنج سيل، هنا بحتاج بروسيسنج للانتيجين، هنا ما بحتاجش، تمام. بريزنتيشن هنا بحتاج، هنا ما بحتاجش. بايندينج تو ام اتش سي، خلاص المكان هنا بتاع البايندينج للانتيجين ام اتش سي في المكان الطبيعي بتاعه اللي هو البيبتايد بايندينج سايت او البيبتايد بايندينج جروف اللي هو ما بين الالفا الالفا 2 والبيتا 2 دومينز بتاعت الام اتش سي، تمام. هنا لا، هنا بقى البايندنج بيحصل اوتسايد ذا بيبتايد بايندنج سايت او البيبتايد بايندنج جروف، تمام كده. تي سير بايندد باي اي بوس فاريبل الفا اند فاريبل بيتا، هنا لا بس الفاريبل بيتا هو اللي هيعمل له ايه بايندنج. تي سيل اكتيفيشن هنا مونوكلونال، هنا بوليكلونال. سيتوكاين ريليز هنا اتسيتابول ليفل، هنا طبعا بيعمل سيتوكاين ستور to a very high harmful levels of cytokines. الميموري هنا بيعمل ميموري عادي، هنا ما فيش ميموري ولا حاجة، تمام، ما بيعملش generation of memory cells.